مرحبا، ممكن نتعرف باسم حضرتكم وشو مجال عملكم؟ حسين زبارة بمجال الديكور من لبنان. طيب شو رأي حضرتكم بالمعرض التجاري؟ والله مبدئيا جامع وشامل، لقينا أشياء حلوة ومهضومة فيه وتنظيمه مرتب. طيب رأي حضرتكم بالأشخاص القائمين على هذا التنظيم مؤتمر تراب؟ لحد هلا كل شيء تمام صدقا، كاستقبال على المطار وفوتتنا على الاوتيل، كل شيء منظم مرتب، شيء حلو. شكرا كثير لكم، ضلوا بخير. الله يقويكم. مرحبا، اسمي سوي.